السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وكذلك سبل التعامل مع مثل هذه الوضعيات. كما طلب المتحدث السلطات المعنية بالتدخل لتشكيل لجان مختصة من أجل تحديد أماكن هذه الآبار وردم المهجورة منها أو تسييحها من أجل حماية المواطنين من مخاطر السقوط بها. وفي ذات السياق أطلقت جمعية المنتدى السرغيني للخير والتنمية نداء وجهته إلى عامل قلعة السراغنة شمالي مدينة مراكش، مطالبة إياه بإصدار تعليم لإغلاق الآبار المهجورة وإحصائها من أجل ترتيب غرامات مالية على أصحابها. كما طلب المستشار الجماعي بمقاطعة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء يوسف السمهيرو على صفحة بفيسبوك السلطات العمومية بالقيام بعملية مسح لجميع الآبار غير